السان بوي لسه ما عنده خبرة كبيرة، وإن كان حالياً عم بيلعب أول مباراة له مع شباب الأهلي في بطولة الفاينل إيت. أول الثري بوينت سيكون عن فريق أسنان فيبا وصل لكرة السلة. بطولة ممتازة والقائمين على هالبطولة عاملين شغل أكثر من رائع، وحالياً الثري بوينتس وشغل روعة روعة حالياً دائماً عند أسيتانا. الهجوم عن طريق دافون جونسون. دافون جونسون زيرو بوينت لغاية الآن، هو هذا اللاعب الهداف، هذا اللاعب الهداف المفروض يراقب. ثري بوينتس يصير عم بيكون أون فاير أربعة كروز عنده ثنتين من أربعة 55%. دافون جونسون بيتحرك عند اللاعب الخطير ما بينترك، عم بيكون في ضغط. واو كيك ذا بول أوت وثري بوينتس ثلاثية للاعب اسمه روسلان بالقميص رقم 47. روستوم كذلك قدر يسجل على الثري بوينتس واحدة من تنتين. أغلب اللعيبة كانوا شايكين على الثري بوينتس وسجلوا بنجاح، وهنا درايف مش معقول ومكسب طبعا كبير وكبير جدا لكرة السلة العربية بالإضافة للحسن. كرة عند اللاعب اللي لعب في الدوري الإيطالي الآن بدأ يتدخل، لاعب سابق أو لاعب بيقلب طولي تماما على أسيتانا ياخذ الليد 62 و61. كم باك كبيره، كم باك روعه. تكون متاخر ب 17 بوينت، تعرف كيف تلعب باسكتبول، تعرف كيف تقرا المباراه، كيف تحضر لعيبتك. هنا كره عند دافون جونسون راح فيها عند اللعيب الهداف الكبير على 3 بوينت وقدر يسجل ثلاثيه جديده. انها راح تعمل تورن اوفر، وحاليا التورن اوفر تتعاقب عليه باوبن شوت على 3 بوينت الروعه. مش معقول هالثقه الموجوده. صاروا 20 20، هذا رقم مش سهل، رقم مش سهل. عموما دافون جونسون بيحاول يعمل درايف، جود باس، اكسترا باس رائع، اندرسون درايف، بيلعبوا باسكتبول حلو 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 من اجمل الفرق اللي بتلعب باسكتبول لغايه الان بالفاينل 8. نعم لاعب اسمه كارفن اندرسون 32 سنه بياخذ الجامب شوت، صاحب 32 سنه بيسجل. لا فكره نسبتهم 3 من 7 اوريدي، 2 من 7، لكن 3 بوينتس على مسؤوليتي انا. روعة نجم شيدي، وبرافو لشهرداري غورغان بطل ايران ايران 3 مرات عم بيسكر الفارق. نرجع من جديد، 6 نقاط نجم شيدي العادله فارق في المباراه بالنسبه لغورغان 46 43، ولكن حاليا اندرسون بيضرب من الداون تاون وفريق اسيتانا بيلعب ماتش اب اكثر، لذلك 3 بوينتس قادمه. 3 بوينتس على الطريق، راح تتسجل 3 بوينتس للفريق الكازاخي. لا ميد رينج، وهنا 2 بوينتس 17 راح يبعد بفارق اكثر من 5 نقاط. انا حاسس الفريق الايراني اللي راح يتاخر الان، يعني مش متقدم الان، لا الفريق الايراني راح يتاخر الان بنقطه. حاسس انه بنفس التشكيلتين بوجود دافون جونسون على مقاعد البدلاء، الا اذا تبدل راح يتقدم بخمسه. لا الان في تبديل، شوف نفس اللاعب اللي تحدثت عنه بيخرج. لا المعطيات بتختلف الان، ليه؟ لانه لما بيدخل هذا اللاعب اللي عنده 6 مرات حاسم الان، شوف هذا اللي خرج بهم 10 مرات 9 مرات بطل الكاس بيطلبها اندرسون. واو نايس كات، جود كاتش، بيج باكيت، واو 3 بوينتس هايله جدا. مش معقول هذه 3 بوينتس، يا ريت تشوفونها، يا ريت تعطونا اياها من جديد. لا 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 اعمل هيك، هو عم بيعمل رن، هو عم بيعمل رن حلو هالكات، كاتش شوت 3 بوينتس والكره سويش، وعنده فرصه رميه حره اضافيه بيعطي الليد بين باسكت 18 نقطة إذا احتسبها تكنيكال فاول، كان احتسب في مكان مقنع. دافون جونسون عند الهداف الكبير على الثري بوينت، هيز اون فاير. مش بيج ديل، البيج ديل انه الفريق الكازاخي شات بنسبة 40% لكن سجل 15 ثلاثية المباراة الأولى. شو كمان؟ في مباراة اليوم عامل 12 ثري بوينتس بنسبة 40%، سو عدد الرميات كبير. وكذلك في الدوري الاسباني من 2019 خساره فريق فولا برادا هذا الموسم، هبط في الليغا انديسا في الدوري الاسباني. عموما رميه حره اولى بنجاح للاعب الكبير اللي كل الفرق لازم تعمل عليه دفاع كبير وكبير جدا في البطوله، لانه لاعب ما بيرحم ابدا. اللاعب اسمه كارفن اندرسون بسجل 3 مقطوعه، مباراه حلوه راح تكون. اندرسون بياخذ محاوله على الثري بوينتس و3 بوينتس اولى للفريق الكازاخي. على الديفنس اندرسون، شوف السكرين، جابرلون بيطلب الكره بالانسايد، الكره محاولات على فكره توم ميكر قد ياتي بديلا الان اعتقد على ارض ملعب. صار كثير اصير نادي الكويت الكويتي، وحتى صار في درايف احسن بطبيعه الحال، رغم انه نادي الكويت بيحاول الان بالزون ديفنس يسكر يكون اسرع. 3 بوينتس عن طريق اندرسون، 3 بوينتس معلق اللقاء باربعه، محمد السنه الماضيه مع السودان ربح محل بطوله الدوري. تمرير عند اندرسون، شويت ما بيرحم ابدا على الثري، وهاا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 ا
استلامات 3 بوينتس جديده بنروح لتايم اوت. اندرسون باك تو باك الفريق الكازاخي وحاليا 3 بوينتس والفارق بروح 12 نقطه مشاهدينا الكرام 59-47 الفارق 12. بيتر شومرز بيطلب التايم اوت اللي تحدثنا عنه والفريق الكازاخي بيضرب على الارك بثلاثية جديدة هي اللي بيطلب الكرة تحت الباسكت. عموما كرة عند مارتن بول فيك على تون ميكر. مارتن بيحاول على تون ميكر ضاعت ريباوند. واو ريباوند عم بيربحوه نادي أسيتانا ومن السكند تشانس على اللاعبين الجاردز. أندرسون ممكن نقول لهم تصبحوا على خير بالفعل نادي البوينت هذا يحصل الأم. بيوصل لهالمعدل قبل دقيقة أو 28 ثانية وبيوصل بفريقه لفارق الـ 13 points. ثلاثية كرة أمير قوي جسمه بياخذ الموضوع شخصي وبيتحدى وهذا اللي بيعجبني كثير بأمير. مو بس لاعب ممتاز على مستوى الأوفنس لك كمان مدافع ممتاز. هون لا أعتقد إنها باسكت نو باسكت حتى لو بدنا يرجعوا للـ IRS. كل هالبطولات قدر يربح هالبطولة ما ربح في العام المقبل رح يأتي بشكل قوي وحاليا أندرسون بروح بشكل قوي أمام كيمر. أنا كان برأيي يريح شوي دوب توماس ريث وياخذ لعب السنتر لأنه بلال طبارة بيقدر يقاتل أكثر. عموما أندرسون بيضرب بثري بوينتس جديدة لأستانا على الجانب الآخر لا رح نتكلم على لاعبي الفريق أستانا حتى بيلعبوا بعشر لاعبين بعض الأحيان. كرة على الثري بوينتس أندرسون باك تو باك. هم على مختلف ألوانهم على مختلف فرقهم على مختلف جنسياتهم وهنا الأمريكي أندرسون لاعب فيرونا الإيطالي بيسجل تو بوينتس جديدة له وبيوصل لنقطته. كارفيل أندرسون نقطته العاشرة في المباراة نسبة 100% على مختلف المسافات تنتين من تنتين على الارك تنتين من تنتين على التو بوينتس. جود جوب لأندرسون. لكن اللي ما بيعجبني هاللاعب ما بيطلب الكرة كثير. هذا اللي عنده الكرة ما بيطلب الكرة كثير. هلا بفهم بأوروبا بفيرونا فولا برادا بيعمل دوره بيطلع من السكرين أخذها ما أخذها بيمشي بيرجع بيدافع. لكن بهالمنطقة بالمنطقة العربية بالكذب هيك نوعية من البطولات لا أنت لازم تكون تطلب الكرة. رياضي على الفري ثروز بهالأمسية أو حتى 88 نتكلم عن 22 رمية حرة من أصل 25. كرة عند أندرسون بياخذ جامب شوت بدون أي دفاع من أمير وحاليا باسكت لأندرسون.